الولايات المتحدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في كندا. وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تدين الهجومين الإرهابيين معربا عن تضامن الولايات المتحدة مع ضحايا الهجومين. وأشار البيان إلى أن السلطات الأمن الأمريكية على اتصال مع نظيراتها في كندا لتقديم المساعدة في التحقيقات الجارية في تلك الاعتداءات. What's the charge number up there? 944?